ما هو تخصص الرعاية التنفسية؟ هو تخصص طبي مسؤول عن علاج وفحص وتأهيل المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الحادة أو المزمنة. يعتبر أخصائي الرعاية التنفسية عضواً في فريق الرعاية الطبية الذي يعتني بالمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي عن طريق المشاركة في تشخيص الحالة وتوليها ومتابعتها وتقديم العلاج لها. بالإضافة يشارك أخصائي العلاج التنفسي في برامج الوقاية وتعزيز الصحة للأفراد والمجتمع. ما هي مهام ممارسي الرعاية التنفسية؟ معاينة وتقييم المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، العمل مع بقية أفراد الفريق الطبي بمعاينة المرضى الذين يعانون من الأزمات الحادة لضيق التنفس، التعامل مع أجهزة التنفس الصناعي في أقسام العناية المركزة، تدريب المرضى المصابين بالربو والالتهاب الشعب الهوائية المزمن على استخدام الأدوية الموسعة للشعب الهوائية وقياس استجابتهم لها، عمل تمارين الصدر للمرضى الذين يعانون من تراكم البلغم في مجرى التنفس، المساهمة في توعية وتثقيف المرضى وأفراد المجتمع، المشاركة بالعناية المنزلية. مواقع عمل الأخصائية الرعاية التنفسية: وحدات العناية المركزة بمختلف أنواعها للبالغين والأطفال وحديثي الولادة، مختبر فحص وظائف الرئة، مختبر طب اضطرابات النوم، قسم إعادة التأهيل التنفسي، قسم التنويم للمرضى، قسم الطوارئ، قسم الرعاية المنزلية، الإدارة والمؤسسات التعليمية. الجامعات المتاح فيها دراسة التخصص في المملكة العربية السعودية.